ولمزيد من التفاصيل حول احتفالات محافظة بني سويف ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بداية وبعد التحية، حدثنا عن التطوير في محافظة بني سويف من حيث الممشى السياحي والكورنيش السفلية. برحب بك دينا، برحب بك ريهام، برحب بكل متابعي نشرة الثالثة من أمام كورنيش محافظة بني سويف، المحافظة التي تحتفل بعيدها القومي، حيث بدأت الاحتفالات منذ الأمس وتستمر حتى اليوم. فيما يخص اليوم، بدأت الاحتفالات من أمام النصب التذكاري، حيث تم الافتتاح وسط حضور كبير لجميع أبناء هذه المحافظة، وأيضا وضع بعض الزهور وأيضا الورود على قبر الجندي المجهول تخليدا لذكرى شهداء هذه المحافظة. أيضا من بين الفعاليات الخاصة بالاحتفال بعيد القومي لمحافظة بني سويف، افتتاح الممشى السياحي وأيضا تطوير الكورنيش وعدد من المشروعات التنموية، ويمكن تطوير الكورنيش يمكن تجاوز 200 مليون جنيه. كمان بنتكلم عن هذه الافتتاحات وهذه الفعاليات التي قام بها محافظ بني سويف محمد هاني غنيم بمشاركة أيضا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. هذه الافتتاحات أيضا تلاها احتفالية كبرى أمام مبنى ديوان محافظة بني سويف، ويأتي هذا اليوم الذي تشهد فيه بني سويف وكل أهالي بني سويف الاحتفال بعيدهم القومي تخليدا وبالتزامن أيضا مع يوم 15 من مارس عام 1919. هذا اليوم الذي سترى فيه أهالي محافظة بني سويف ملحمة وطنية كبيرة بقطع خطوط السكك الحديد لعدم إمداد قوات الاحتلال الإنجليزي بالمعدات والمؤن وغير ذلك من الدعم، وهذا اليوم سطر ملحمة كبيرة وأيضا سطر في التاريخ الشعبي والوطني لهذه المحافظة، ويعد العيد القومي لها. عودة إليكم مرة أخرى. بشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من محافظة بني سويف.